افتحي لنا باب التحنن يا والدة الله المباركة، لأننا باتكال عليك لا نخيب، بك نخلص من كل المحال، لأنك أنت خلاص الجنس المسيحي. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا عليك توكلنا، فلا تصرف علينا ولا تذكر آثامنا، بل نجنا من أعدائنا، لأنك أنت هو إلهنا ونحن شعبك وكافتنا صنعة يدائك، وباسمك ندعى. حضر إليك أيتها الفتاة النقية ليكشف لك السر المكنون قبل الدهور، فسلم عليك قائلا هكذا: افرحي أرضا غير مبذورة، افرحي غير محترقة، افرحي عمقا يعصر النظر إلي، افرحي جسرا ناقلا إلى السماوات، افرحي أيتها السلم العليا التي شهدها يعقوب، افرحي المنة الإلهية، افرحي يا مزيلة اللعنة، افرحي يا مجددة آدم. الرب معك يا الكلمة الإلهية، الذي بقداسته يفوق كل القديسين. اقبل الآن هذه السهرانة ونجي كافة المؤمنين من جميع المصائب، وانقذي من العقوبة المنزعة الصارخين إليك يا باب الرحمة، يا كنز كل نعمة، يا من لا ترد سائليها ولا تخيب قاصديها. يا سيدك الأبرار إننا
وصلحك أن تعيني ضعفنا، اشفي أمراضنا، سد عوزنا، قدسي أنفسنا، نقي ضمائرنا، طيري حركاتنا، فكي أسرنا، قومي صغرنا، ثبتي أقدامنا، وفي ديوننا امحي أزارنا. شدي أزانا، قوي حقارتنا، اسندي شيوخنا، واضدي شبابنا. ربي أطفالنا، احفظ الحاضرين، ورد بالسلام الغائبين، تعطفي على الذليلين، استمد الغفران للخاطئين، بشفاعتك وطهارتك السامية، تستتر الرجال والنساء العفيفين. ارحم المفقودين، أمواتنا الراقدين، ردي عنا جور الظالمين، وادفعي عنا شر الأشرار العنيدين، وخلصينا من الأقوام غير الرحومين، وصوني بعتك وأولاد أجمعين، واحرسي شعبك المسيحي الذي هو عليك متكئ وبك مستعين. كفي أبصار الظالمين عن كل من قدم إليك هذه الصهرانة، وهو واقف أمام أيقونتك المقدسة الشريفة السامية. اقبلي عذراء يا حنونا، طلباتهم وصلواتهم في كل حي، وسور مراحمك يحميهم، وسترك الأقدس يسترهم، يكونوا من المنصورين، وخلصهم من شر الأعداء المنظورين وغير المنظورين، واحرسينا نحن الذليلين كهنة وشمامسة بعد جمهور الحاضرين، الصارخين إليك قائلين: طوبى لمن يهون بك، طوبى